بعض القوانين اللي ممكن تستخدمها في حياتك عشان تقدر تتعامل بذكاء وقوة مع الآخرين. ومن ضمن القوانين دي أو من ضمن القواعد اللي انت ممكن تستخدمها في حياتك عشان تقدر تتعامل مع الآخرين بكل قوة، أول حاجة إظهار نفسك وإظهار عملك. طبعا لو انت في وظيفة معينة لازم تظهر نفسك وتظهر إمكانياتك قدام الآخرين عشان يقدر ان هم لو في مثلا ترقية لوظيفة معينة يقدر ان هم يحطوا اسمك في الترقية دي، لان في بعض الناس عندها بعض المواهب وبعض القدرات في العمل اللي هو بيقوم بيه لكن ما بيظهرش نفسه، وبعض الاشخاص الاخرين لا يمتلكون اي امكانيات ولكن بياخد منصب من المناصب دي عشان بيظهر نفسه قدام الناس. فعشان كده بقول لك لازم تظهر نفسك واعمالك اللي انت تقدر تقوم بيها قدام الاخر. تاني قانون او تاني قاعدة لازم تمشي عليها وهي اخفاء النوايا. يعني ايه اخفاء النوايا او اخفاء نواياك؟ يعني مثلا انت لو رايح تشتري مثلا عربية او سيارة ورحت دخلت المعرض واخترت العربية ديت، او انت حاطط في دماغك عربية معينة، فانت بتقول لصاحب المعرض انا عايز العربية دي لان دي هدفي او ده احب عربية ليا، فطبعا هيبدأ ان هو يغلي عليك سعرها جدا وهيرفع سعرها. بالعكس لو انت قلت له ممكن افكر في العربية دي لو ممكن اخدها او لا، فطبعا هو يبدأ ان هو يعرض عليك ويبدأ ينزل في سعرها عشان تقدر تعجب بيها وتقدر ان انت تاخدها. ففي فرق بين الحاجتين، فقيس بقى على كده على كل حياتك او كل الظروف اللي انت بتتعرض ليها. فعشان كده ما تظهرش نواياك لاي حد خالص. تالت قاعدة أو تالت قانون ممكن تمشي عليه في حياتك عشان تقدر تواجه الناس بقوة وبكل ذكاء، إن أنت توظف أعدائك. طبعا أحكي لكم قصة بس طريفة صغيرة خالص. كان في واحد مركب كاميرات في المكان أو الشركة اللي هو شغال فيها عشان يعرف حب الناس ليه أو مدى وضعه بالنسبة للناس أو الناس بتتكلم عليه إزاي. فطبعا لما ركب الكاميرات دي وشاف الناس بالذات بتتكلم عليه، كل الناس اللي في العمل بيكرهوه جدا وأن هو صاحب عمل وأن هو مستبد جدا. فعشان كده بدأ يوصل له ان هو مكروه بين الناس. فعشان كده لازم توظف عدوك او لازم توظف اعدائك بطريقة احترافية. رابع قانون او رابع قاعدة لازم تمشي عليها عشان تقدر تواجه الناس بقوة وبكل ذكاء، ان انت لازم تتجنب الالتزام. يعني ايه تتجنب الالتزام؟ يعني ما تاخدش مالتي تاسك زيادة عن الامكانيات والقدرات اللي هي عندك. ممكن تقول ميبي او ربما او جايز ممكن اعمل التاسك ده او ممكن اعمل الالتزام ده بتاعي. فعشان كده ما تربطش نفسك بكذا التزام او بكذا مهمة تقوم بها في نفس الوقت، عشان طبعا تتجنب التشتت وتتجنب ان انت ممكن ما تعملش الالتزام ده، فطبعا هيقع عليك بعواقب انت مش حاببها. رقم 5 قانون مهم جدا، وهو لو انت في وظيفة معينة او شغلانة معينة ما تهمش مديرك. يعني ايه؟ دايما تديله قدرات اعلى من قدراته وتمدح فيه. طبعا ده مش نفاق، لا بالعكس، ان هو لو حس بكده بحيث ان هو يتجنبك وكمان تقدر انت تتقن عملك كده كده في كل الاحوال. يعني اي مدير في اي مكان فهو مكروه من كل الناس او العمال او الموظفين. فعشان كده انت ما تهمشهوش، اديله امكانيات شوية اكتر من قدراته. سادس قانون عندنا او سادس طريقة تتعامل بذكاء بيها، وهي ان انت تقلل من امكانياتك قدام الناس او قدام اعدائك، ان انت تقلل من امكانياتك. ودي طريقة اسمها طريقة سوفسطائية. الطريقة السوفسطائية دي طبعا كان يعتمد عليها الفلاسفة اليونانيين في القدم زي ارسطو وغيره. فطبعا الطريقة دي حكيمة جدا، ان انت تتعامل مع الناس بان انت امكانياتك قليلة بحيث ان هو يبدأ ان هو يطلع كل الحاجات اللي عنده وانت تقدر تستغلها وتستغل هذه النقطة. سابع قانون من قوانين القوة او ان انت تتعامل بها بذكاء مع الاخرين، وهي تجنب النزاعات.
طبعا لازم تعرف ماهية النزاعات او اخر النزاعات دي ايه، ان انت مش هتوصل لاي حاجة. فعشان كده تجنب النزاعات، اي موقف او اي حاجة ان هي توديك لنزاع او مشكلة معينة تجنبها فورا. وده ممكن تاخدها من اليابانيين، دايما لو في مشكلة دايما يعمل كده، فبيضطر يخلي الانسان اللي قدامه ان هو ما يعملش المشكلة دي. آخر قانون معانا ولازم تمشي عليه، قانون إن أنت ما تشاركش كل قصتك أو كل حياتك مع الآخرين. يعني لازم تكون راجل غامض أو راجل محدش يعرف عنك كتير قوي يعني في حياتك. ما تشاركش كل حاجة في حياتك، يعني ما تقولش لحد إن أنت هتعمل حاجة فلانية أو في الوقت الفلاني أو كده، لا تشارك قصتك. وفي النهاية لو انت استغليت القوانين دي كلها بذكاء مع الآخرين، تقدر تستفيد وتقدر ان انت توصل لأفضل طريقة في حياتك.